القدماء المصريين هم من أوائل الناس اللي اهتموا بظاهرة الأطباق الطائرة؟ هو احنا عندنا وثيقة من تحتمس الثالث مؤسس الامبراطورية او الامبراطورية المصرية، بيقول اخبرتني الآلهة الكهنة قالوا له ايه بقى؟ قالوا له ان سماء البلاد امتلأت باجسام فضية دائرية لامعة، امرت بتسجيل هذه الظاهرة للاجيال القادمة، وكان ذلك في السنة 22 من حكمي في فصل الشتاء. دي موجودة في الفاتيكان الوثيقة دهيا، اللي بتقول على ان كان هناك يعني زيارة لكائنات فضائية لهذا لمصر يعني. وده الملاحظ يعني في العالم كله بيقول انها بتكثر حوالين المحطات النووية. هل بيستمدوا طاقة؟ هبوط الكائنات الفضائية. الأطباق الطائرة بالذات. الأطباق الطائرة. يعني ودي أصبحت شائعة ومعروفة يعني. يعني دي أصبحت حقيقة. دلوقتي. ويكفي أي حد يقدر يرجع للكلام بتاع وزير الدفاع الكندي من سنة أو اتنين على مدى ساعة كاملة، وهو يقول كل التقدم بتاع الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو نتيجة اتصالها بكائنات من كواكب أخرى. فبتاخد منهم وعشان كده حتى هناك علم ظريف قوي اسمه Reconstruction of Ancient History، اللي هي إعادة كتابة التاريخ القديم. يعني إيه؟ يعني مثلا نجد في العهد القديم عربة حزقيال. حزقيال ده أحد الأنبياء بتاع بني إسرائيل. فبيقول إيه؟ بيقول الحيوان العظيم الذي يربض عند نهر خابور، نهر خابور ده في العراق، ينزل مزمجرا من السماء مخلفا وراءه نار ودخان، ويجري على الأرض ببكر داخل بكر زي الدبابة يعني. والحيوان كله عيون، وتفتح بطن الحيوان وتنزل منه ملائكة في ثياب بيض، وأحد الملائكة خارج الحيوان يتحدث في البوق إلى الملاك الذي في داخل الحيوان. هو ما عندوش الفوكابر بتاع أسترونوت يعني رائد فضاء، ولا سبيس شيب اللي هي مركبة فضائية. هو بيعبر بالفوكابلر اللي موجود عنده. حيوان عظيم وملائكة اللي هم رواد الفضاء، العيون اللي هي الشبابيك، يجري على بكر داخل بكر زي السير بتاع الدبابة. فالجماعة دول بقى، ودي في كتاب كامل دلوقتي عن إعادة كتابة التاريخ القديم في ضوء المفاهيم الجديدة ده، هي اسمه Chariot of Ezekiel اللي هي عربة حزقيال اللي هي ده هي. ويستشهدوا بحاجات تانية غريبة جدا بقى. يعني برضو في العهد القديم أحد بنات لوط لم متجوزة، جوزها راح غاب عنها ورجع، فلقى الطفل شكله غريب، قال لها هذا ليس ابني، فأقسمت له وقالت له هذا هو ابنك وليس ابن أحد أبناء الآلهة. فإريك فون داكشتن له كتاب عظيم جدا اسمه Chart of Gods اللي هي عجلات الآلهة، بيتساءل من هم أبناء الآلهة الذين كانوا يخالطون الشعب لدرجة أن الطفل جاء شكله غريب شوية، فبتقسم لزوجها أن هذا هو ابنك وليس ابن أحد أبناء الآلهة. إريك فون داكشتن هو يرى أنهم ناس كانوا موجودين من أوتر سبيس بيبول، وأنهم كان يعني ممكن كده كده. برضو الجماعة بتوع العلم ده يقول لك الحوت اللي ابتلع يونس أو يونان النبي وقعد في بطنه 3 أيام ده كان مجرد غواصة، وهذه الغواصة هي خدت عملت دراسة على يونان النبي وبعد كده طلعته على الشاطئ. فهو ما عندوش فوكابلر انه يقول سبمارين ولا غواصة ولا بتاع، انما ده بيقول ده علم بقى قائم على الكلام ده كله اللي هي الظواهر الغريبة. مثلا برضو نجد في العهد القديم إيليا النبي اتخطف في مركبة نارية، وحتى إليشع تلميذه كان موجود ما خدش منه غير ثيابه قدر يمسك فيها، ودي اللي فضلت له موجودة بتاع. هما في رأي الناس اللي هما بتوع Reconstruction Ancient History ان دي كانت مركبة فضائية وخدت واحد من أفراد الشعب.
ربما لأنه كان إيمننت، ولأن يعني كان نب، وبالمناسبة دي كلمة نب كلمة مصرية قديمة معناها سيد، سيد قومه، فأخذته تدرس إيه هو الشخص ده وبتاع. فده علم جديد. بس الجميل بقى إن دي ناس عندها حرية فكرية، وإنها بتناقش خطأ مش خطأ، صواب مش صواب، إنما هم شغالين دراسة جامدة دلوقتي. أضف إلى هذا أن في دلوقتي قضايا كثيرة جدا بخصوص هذا الموضوع، لأن في قانون في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه Freedom of Information Act اللي هو فايا. فجيرسون أند برات، القانون ده بينص على إيه؟ القانون ده أن من حق أي فرد في الولايات المتحدة الأمريكية أن هو يحصل على المعلومات التي يريدها على شرط واحد، أن لا تؤثر على سلامة الولايات المتحدة الأمريكية. طب يعني أمريكا كشفت للعالم عن كائنات فضائية؟ كشفت يعني بالقضايا يعني، إنما يعني مثلا على سبيل المثال رفعت قضية على واحد اسمه ييتس، كان رئيس الـ National Security Agency، American National Security Agency، فبالقضية ده هين. المهم خدت لها كام شهر كده، وفي الآخر كانت القضية اسمها جيزيل أعلنت وقالت أن الوكالة لها الحق، كل الحق على أن تحجب هذه المعلومات، لأن release of such information أو خروج هذه المعلومات يدمر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد كبير. أشهر حادثة كائنات فضائية أو ظهور أطباق فضائية في كوكب الأرض هي الظاهرة بتاعت إيران اللي هي سنة 79. ليه بقى؟ ودي بيعتبروها من الهارد ايفيدنس، او يعني يصعب تجذب، يصعب تجذبها لان عمال الرادار الساعه 11 صباحا ابلغوا وزير الدفاع ان في مركبه فضائيه عملاقه ظهرت في سماء البلاد، وهوفرينج يعني عايمه، ما لا بتجري ولا بتروح. مئات الالاف من الايرانيين شافوها، عمال الرادار سجلوها، اتصلوا بوزير الدفاع كان لسه منزلش من بيته، طلع شرفة بيته بس لقاها أمر بطائرة استطلاع ميج 21. طلع الطيار، الكلام ده كتبه آرثر كلارك في كتابه Mysterious World، عالم غريب يعني أو كله أسرار، وجايب بقى تفاصيل التفاصيل يعني. يقول لك أن الطيار ده بتاع ميج 21 طائرة الاستطلاع ده هي نزل ولون وجهه لون الموت، color of his face is near to death. فبلغوا وزير الدفاع، فوزير الدفاع أمر، قال I want a daring pilot، طيار جريء، وادوله sophisticated plane ميك 23 electronic كاميرا وصواريخ جو جو. طلع الطيار الجريء بس كان هيدفع عمره فيها، وطلع وابتدى يسجل ويبعت له، مش يسجل يعني يقول لهم، يتصل بيهم، مركبة فضائية عملاقة Mother Spacecraft قطرها 90 متر وهوفرينج عايمة يعني لا بتتحرك ولا أي حاجة، وبتدي أضواء مختلفة، أحمر على أخضر على أزرق. وبعدين قال لهم أنا بتعرض heavy electromagnetic field، مجال كهرومغناطيسي قوي، بحيث أن الكاميرا مش قادرة تصور. وفجأة فتح جزء من Mother Spacecraft المركبة الأم ده هي، وطبق طائر قطره 9 متر يعني أكتر من الترابيزة دي مثلا، اندفع هيدنج ات هيم، راح مشغل الصاروخ، وحتى آرثر كلارك جايب قوته بالظبط AIM-9، يمكن الناس اللي هم في الصواريخ يعرفوا الكلام ده كويس، إن الصاروخ ينطلق أبدا برضو عشان المجال الكهرومغناطيسي اللي شال كل حاجة. فعرف انه ميت لا محاله، جاي راح عامل سادن دايف نازل تحت، وهو بيبص تاني كده لقى الطبق الصغير ده دخل في المركبه الام دي وشويه واختفى. دي بقى يصعب تكذيبها ليه؟ الاف الايرانيين شاف، وزير الدفاع شاف، ميج 21 طلع ولون وشه لون الموت، ميج 23 طلع وحاول يشغل الصواريخ والكاميرا ما اشتغلتش، عمال الرادار سجله. لا هنا بقى ما تقدرش، ودي بيسموها هارد ايفيدنس غير الفيزيكال ايفيدنس اللي هي الادله الماديه بقى. وعندنا حادثتين للادله الماديه على هذه الاطباق الطائره موجود. حادثتين